أعزائي الطلبة، في هذا الفيديو القصير راح نستعرض في المسألة التي تتعلق بتصميم الباور سكرو. المسألة تتضمن الشيء التالي: عندنا باور سكرو، هذا اللي تشوفوه أمامكم، اللي يتكون لنا من السكرو والنت، وهذا السكرو هو اللي يدور والنت هو اللي ثابت. هذا النت يرتبط به بلاتفورم، وهذا البلاتفورم راح يتحمل لنا بحمل مقدار قد مقدار 3000 باوند ماكسيمم تقريبا. زين، فنريد نعمل على رفع او خفض هذا الحمل عن طريق استخدام هذا الباور سكرو. هذا عباره عن، يعني هنا نستخدم الباور سكرو عباره عن رافعه لمثل هيك حمل، مثل ما قلنا انه الباور سكرو هو اللي يدور، اللي هو هذا الشفت، والنت هو اللي ثابت، يعني ثابت في مكانه. ف عملية التدوير مال هذا الباور سكرو تتم عن طريق محرك كهربائي الكتريك موتور، القدرة مالته بحدود 7.5 هورس باور. 7.5 هورس باور. كل المعلومات اللي تحتاجها لتقييم المطلوب موجودة. يعني الباور سكرو هذا التايب اوف تيث مالته هو عبارة عن اس ثريد، الدايمتر مالته يعني هذا الاوتر دايمتر مال الباور سكرو زين عبارة عن 1 انش، منطيك معلومة تخص البيتش، قايل انه هنا عندنا 4 ثريد بير انش، 4 ثريد بير انش، نقدر نحصل من عدها قد مقدار البيتش اللي هو 1 على الثريد بير انش. ايضا منطينا قد مقدار الكوفيشنت اوف فريكشن بتوين الماتيريال مال النت والماتيريال مال الباور سكرو اللي منطيناها بحدود 0.4. كذلك الحال منطينا الكوفيشنت اوف فريكشن مال الكولر اللي هو قيمته 0.3. منطينا المين راديوس مال الكولر، لاحظ المين راديوس مال الكولر اللي هي عباره عن 2 انش، عباره عن 2 انش. اوكي، المطلوب من عندنا شنو؟ المطلوب من عندنا انه نحسب، لاحظ هنا what is the maximum platform lift speed بالفوت بير مينيت could be specified without exceeding the rated power of the motor drive unit. وهذا الباور سكرو هو عندنا سنجل ستارت باور سكرو، مثل ما تعرفون انه سنجل ستارت او دبل ستارت يتعلق لنا، يعني قيمة الليد راح تكون بقدر قيمة البيتش بهالحالة هذه اذا كان عندنا سنجل ستارت. المسألة كالآتي، انه مثل ما تعرفون انه الباور سكرو مثل ما شرحنا بالفيديو السابق انه فد ماشين اليمنت يستخدم لتحويل الحركة الدورانية الى حركة خطية، ففي هذه المسألة محتاجين انه نشوف ايش قد قيمة الحركة الخطية لهذه الرافعة اللي هي عبارة عن باور سكرو اللي ترفع لنا حمل مقداره 3000 باوند ماكسيمم. ايش قد مقدار السرعة الخطية اللي راح نحصل عليها لهالمواصفات هذه من الباور سكرو؟ طبعا هنا فد مسألة جدا مهمة انه لازم نعرفها، انه الفيلوسيتي اللي هي عبارة عن السرعة الخطية هذه المطلوبة هي عبارة عن الاوميجا في الليد. هذا الليد مثل ما تعرفون احنا عرفناه سابقا بانه هو عبارة عن مقدار التقدم اللي راح يصير عندك بالباور سكرو. يعني هذا الباور سكرو اذا فريناه دورة واحدة قد راح يتقدم لينيرلي، راح يتقدم بمقدار الليد، اوكي. لذلك الفيلوسيتي هي عبارة عن الاوميجا في الليد. هذا الليد بالامكان انه نعرفه بالنسبة لهذا الباور سكرو، لان عندنا اسم ثريد وهذا الاسم ثريد هو عبارة عن سنجل ستارت، لذلك الليد يساوي لنا البيتش، والبيتش عندنا اكو عندنا 4 ثريد بير انش، اذا نقلبها راح يصير عندنا مقدار البيتش بحدود 1 على 4 اللي هو 0.25 انش. لذلك الليد ايضا هو عبارة عن ربع انش. الأوميجا هذه منين راح نجيبها؟ راح نجيبها من خلال علاقة الباور ويا التورك. زين، مثل ما تعرفون إنه الباور مال الماطور هذا اللي دي يفرن الباور سكرو هو عبارة عن التورك في الأوميجا. هذا هي العلاقة، ما هو الباور يساوي إن التورك في الأوميجا. أي تورك راح نستخدم؟ راح نستخدم الحالة الأكثر قساوة بالنسبة للباور سكرو اللي هو عبارة عن الليفتنج تورك، لذلك الأوميجا ممكن تساوي لنا الباور على من؟ على التورك. هذا التورك هو عبارة عن الليفتنج تورك،
نيجي نحتبس قد مقدار الليفتنج تورك. هذا هو الليفتنج تورك مثل ما شفتوه بالمعادلة بالمحاضرة السابقة. هذا هو عبارة عن الليفتنج تورك بالنسبة للباور سكرو. بما أنه عندنا اسم ثريد راح يكون عندنا كوساين ألفا إن هنا راح تظهر، يحتاج أنه نحسبها. إيش قد مقدار الكوساين ألفا إن؟ راح نقدر نحسبها من خلال هاي العلاقة تان ألفا إن يساوي لنا تان ألفا كوساين لمدة. وهذه اللمدة هي عبارة عن الهيليكس أنجل. هذا هو الهيليكس أنجل تعريفه. تان لمدة يساوي لنا إل على باي دي إم. إذن الليد موجود عندنا اللي هو عبارة عن 0.25 إنش. الباي دي ام، هذا الدي ام هو عبارة عن المين دايمتر، والمين دايمتر اللي هو إيه هذا، لاحظوا هذا المين دايمتر، هذا المين دايمتر ممكن أن يكون هو عبارة عن الأوتر دايمتر دي زائدا الروت دايمتر مقسوم على 2، الأبرج مالتهم مقسوم على 2. هذا الروت دايمتر شلون نحصل عليه؟ أكيد راح نحصل عليه عن طريق الدي ناقصا 2 من هذه المسافة، 2 من البيتش اوفر 2، 2 من البيتش اوفر 2. لاحظوا هذه النقطة، هاي النقطة ممكن تحصل عليها من هذه النقطة، انه هذا الدي، لاحظ هذا الدي ناقصا 2 من هذا، لانه بيتش اوفر 2 من هالجهة وبيتش اوفر 2 من الجهة الاخرى للباور سكرو. اذا نقدر نحصل على الدي روت بهالشكل هذا، دي ناقصا 2 في البيتش اوفر 2 اللي هو راح يطلع لنا 1 ماينس 0.25 يطلع لنا 0.75 انش. اوكي، ونشوف انه الدي ام هو عبارة عن الدي زائد الدي روت مقسوم على 2 راح يعطينا 0.875. او نقدر نحسب الدي مين عن طريق الدي اللي هو ايه هذا ناقصا هذه المسافة اللي تمثل لنا ربع البيتش، وهاي ربع البيتش من هالجهة وربع البيتش من الجهة الاخرى، فيكون عندنا بي اوفر 2، بي اوفر 2. فلذلك هنا الدي ام يساوي لنا الدي ماينس البيتش اوفر 2 ويساوي لنا، ف يعني تحسب الدي ام بهذه الطريقه او بالطريقه هذه ما عندك فرق، ماكو فرق بها. زين، على هالاساس هذا عندنا تال لمدا نقدر نحصلها. زين، يعني لان حسبنا الباي دي ام ولمدا راح تطلع لنا 5.19، ونقدر نحسب الفا ان اللي راح تطلع لنا بحدود 14.44. شوف تان الفا ان يساوي لنا تان الفا، تان الفا كوساين لمدا، هسه لمدا عرفناها هي عبارة عن الهيليكس انجل اللي هي هاي حسبناها قبل قليل. الالفا هي عبارة عن التوث انجل، هذا التوث هذا عبارة عن الاسم ثريد، هذا هو التوث مال الاسم ثريد. زين، هذه الزاوية دا تكون مقدارها 2 الفا، وهاي ال 2 الفا مقدارها 29، لذلك الالفا اللي هي تعتبر نص هذه القيمة راح تكون هي عبارة عن 14.5، عبارة عن 14.5. لذلك هنا راح تكون عندنا تان ألفا اللي هي 29 على 2 14.5 في كوساين لمدة لمدة لين. لذلك راح تطلع لنا الألفا بحدود 14.44. إذا نجي نحسب التورك اللي هو عبارة عن الليفتنج تورك، وننتبه إلى فد نقطة، إن هنا بالنسبة للكولر هذا منطينا الكولر راديوس. لو نرجع إلى المسألة مرة ثانية راح نلاحظ بالرسم هنا منطيك الراديوس، المين راديوس، هذا المين راديوس اوف ذا كولر مقدار 2 انش، مين راديوس اوف ذا كولر مقدار 2 انش، وهنا ايضا كتابة كاتب لك اياها هذا مين كولر راديوس 2 انش. اللي نقصد بالمين كولر راديوس هو هذا الترم، اذا امكن لاحظوا هذا الدي اوف كولر على 2 راح نسميه بالمين كولر راديوس، دي كولر على 2 يساوي لنا المين كولر راديوس. فلذلك هنا مباشرة راح نجي نعوض ال 2 انش، راح نجي نعوضها ك 2 انش، وراح نحسب قيمة التورك راح يطلع لنا بحدود 2460.18 باوند انش، باوند انش، باوند انش. زين، هذه الباوند انج راح نحولها الى باوند فوت، انه نقسم الانج على 12. زين، راح يطلع لنا بحدود 250 باوند فوت. ومن عندها نروح نحسب الاوميجا اللي هي عبارة عن الباور، الباور منطينا اياه بالهورس باور. الهورس باور تعريف الوحدات مالته هو باوند فوت بير سكند، باوند فوت بير سكند على التورك بالباوند فوت راح ينطينا هلقت 0.032 راديانس بير سكند، راح يعطينا اوميجا مقدارها راديانس بير سكند. اذا جينا نحسب الفيلوسيتي اللي هي اللينير فيلوسيتي
يعني السرعة اللي راح يتقدم بها الحمل لينيرلي زين راح تكون هي عبارة عن الليد ملتبلايد باي أوميجا، والليد هو عبارة عن البيتش اللي مقداره 0.25 إنش زين مضروب في الأوميجا اللي هي بالراديانس بير سكند، راح يعطينا هذا المقدار بالإنش بير سكند. حولنا الحركة دورانية إلى حركة خطية في الحالة هذه. هذا الإنش ممكن أنه طبعا هذا السكند ممكن أحوله إلى منت، فممكن يكون عندي بحدود يعني أضرب هذا في 60 راح يعطيني 0.48 إنش بير منت، والإنش أحوله إلى فوت أنه أقسم هذا المقدار على 12، أقسم هذا المقدار على 12 أحصل على 0.04 فوت بير منت. بهالطريقة هذه نقدر نحسب إيش قد مقدار السرعة الخطية. رجاء انتبهوا إلى هذه النقطة، إيش قد مقدار السرعة الخطية اللي راح يتقدم بها الحمل إلى الأعلى، إلى الأعلى طبعا هنا إلى الأعلى اللي نأخذ lifting torque. أوكي، إيش قد مقدار يعني من راح يتحرك هذا البلاتفورم راح يتحرك إنه بسرعة خطية مقدارها إيش قد، إيش قد inch per second، إيش قد foot per minute، إيش قد متر per second. إذا تلاحظوا معتبر من الوحدات مال السرعة، وهذه هي المهمة الرئيسية بالنسبة للفورس كرو، تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية. شكرا جزيلا إلى إصغائكم، وأعدنا فيديو آخر نستعرض به مادة جديدة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.